صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لماذا يلبس الصوفية العمائم والسلفيون يلبسون الغترة بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة، فما هو الصحيح؟ اللباس الأصل فيه الإباحة، إلا إذا جعل شعار واعتقد أن هذا النوع فيه فضل هذا بدعة. إذا اعتقد أن العمامة أن السنة هذا بدعة. أما لبس العمامة ولبس الشماغ ولبس الغترة ولبس الطاقية أو ما على رأسك شيء، هذا حسب العوايد، حسب العوايد، لا يدخل في العبادات. أما إذا اعتقد أنه عبادة وأنه فيه فضل فهذا بدعة ولا يجوز. نعم.